ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض حالة الطقس ونشوف هيئة الأرصاد اللي بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والجو كمان هيكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد ولغاية القاهرة الكبرى، وهيكون شديد البرودة على جنوب البلاد. هنلاقي النهاردة فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وهيكون في نشاط للرياح هيزيد من الإحساس ببرودة الطقس. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتورة منار. النهاردة الجو إحنا حاسين إنه بارد. دكتورة منار، قولي لنا هل فعلا إحنا حاسين إنه بارد عشان درجات الحرارة منخفضة، ولا علشان في هواء جامد ممكن يزود الإحساس بالبرودة؟ بالفعل يمكن إحنا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. إحنا كنا بأمس وأول أمس بنشهد حالة من التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، فحركة المنخفض الجوي في اتجاه بلاد الشام بدأت يحصل تحسن في الأحوال الجوية اليوم، لأن بالأمس كان في نشاط للرياح سرعته وصلت ل 50 كيلو متر على الساعة، ده اللي خلانا نحس أكثر بالتقلبات الجوية وبرودة الطقس أكثر. لكن من اليوم هيحصل اعتدال في سرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، اعتدال سرعات الرياح ده هيخلينا نحس بالتحسن في نسبة الأحوال الجوية، لكن هتظل درجات الحرارة منخفضة. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع فترة النهار تكون 16 درجة مئوية، لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فهنحس بالفعل بالبرودة فترة الصباح الباكر. خلال فترة الظهيرة وتقدم ساعات النهار هنحس بالأجواء المائلة للبرودة على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أجواء معتدلة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء. أول ما أشعة الشمس هتغيب ونصف فترات الليل هنبدأ نحس بالانخفاض مرة أخرى في درجات الحرارة، هيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الأوقات دي الأجواء بتكون شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، محافظات شمال الصعيد وسط سيناء والوادي الجديد بتكون الصقيع على المزروعات فترة الليل بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. كمان السلوك بتتساقط على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحراره دي تحت الصفر، بتوصل 1.2 تحت الصفر. بالاضافه احنا مستنيين الامطار. دكتوره منار، دايما بنحس بعد لما بيبقى فيه مطر بنحس ان الجو بقى ادفى شويه، هل متوقع ان يبقى فيه سقوط للامطار، او لما يحصل النهارده سقوط للامطار لو كان هيحصل يعني متوقع ان الامطار دي تكون غزيره، تكون معقوله، تكون متوسطه؟ قولي لنا الامور هتمشي ازاي. هو طبعا كميات امطار اليوم على اغلب المناطق هتكون اقل من اللي شهدناها بالامس. في امطار اليوم هتكون امطار ما بين الخفيفه للمتوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. الامطار هتمتد لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناه امطار خفيفه، وقد تصل امطار خفيفه لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل امطار اليوم ان شاء الله في اغلب المناطق مش هيأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. كمان حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط هتبدأ تعتدل نسبيا، لأن احنا الأيام الماضية وصل ارتفاع الأمواج ل 6 متر على البحر المتوسط، اليوم ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 ل 3.5 متر، ما زال مضطرب لكن طبعا أقل من اللي احنا شاهدناه خلال الأيام الماضية. وإن شاء الله متوقع مع غدا الخميس والجمعة يكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية. الشبورة المائية هتعود تاني في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طيب دكتورة منار، بنخرج من طوبة ندخل في أمشير، الهواء اللي احنا شايفين ممكن يكون فيه بعض الأتربة ده نقدر نقول إن هو هيستمر معانا الفترة اللي جاية؟ يعني ان شاء الله ابتداء من اليوم ولمده 72 ساعه قادمه مفيش اي اتربه والمال مصارى، حتى كمان سرعات الرياح ما بين ال 10 لل 20 كيلو متر على الساعه، ففي اعتدال في سرعات الرياح، وان شاء الله الى بدايه الاسبوع المقبل مفيش اي اتربه ورمال مصارى. انخفاض درجات الحراره هيستمر معانا، ولا هنلاقي بقى سطوع لاشعه الشمس فتحسسنا شويه بالدفء؟
هو طبعا احنا اليوم في انخفاض في درجات الحراره، كمان في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، فلسه في احساسنا بانخفاض درجات الحراره. من غدا ان شاء الله هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، هيحصل ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى، هتتراوح ما بين ال 17 وال 18 درجه مئويه، فاحنا هنحس بالاعتدال فتره النهار، لكن فترات الليل هتظل فيها درجات الحراره منخفضه، خاصه ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر، لان الصغرى فتره الليل بتكون ما بين ال 9 وال 10 درجات. خلينا ناكد ان احنا لسه في فصل الشتاء، ذروة فصل الشتاء شهر فبراير ايضا، فصل الشتاء هينتهي 20 مارس، فالى 20 مارس هنبدا في تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض في الحراره وموجات البوده اللي احنا ممكن نشوفها الى انتهاء فصل الشتاء. هينتهي فلكيا ولا هينتهي فعليا؟ لان احنا كتير بيبقى عندنا الفصول اللي احنا عارفينها، وعارفين طبعا عشان التغيرات المناخيه ان احنا بقينا نحس بحاجات مختلفه، يعني الصيف بقى اطول شويه، درجات الحراره فيه بقت مرتفعه اكتر، فيمكن برضو نقول ان لو هو هينتهي 20 مارس ده فلكيا، لكن فعليا البرد مكمل معانا شويه كمان لغايه اخر الشهر؟ هو احنا تدري يعني احنا دايما نهايات الفصول وبدايات الفصول بتاخد بالفصول القبليه والبعديه، فاحنا مع شهر ثلاثه هتبدا تدريجيا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع الطفيف، لكن هنظل نحس بالبروده وانخفاض درجات الحراره لانتهاء شهر ثلاثه كمان، يمكن مع بدايات شهر اربعه تدريجيا واحنا بنتقدم في فصل الربيع تبدا درجات الحراره ترتفع. أكيد، كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف مدن ومحافظات مصر. القاهرة العظمى فيها 16 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 16-9، الإسكندرية 16-10، العلمين الجديدة 15-9، المطروح 15 والصغرى 9، دمياط 16-10، بورسعيد 15-9، والإسماعيلية 17-9. السويس العظمى فيها 16 والصغرى 9، العريش 16-9، كاترين 10 والصغرى 1 درجة مئوية، وهي الأقل النهاردة، يعني درجة الحرارة بتقترب من درجة التجمد. طابة 15-10، حلايب 21-15، شلاتين 21-14، شرم الشيخ 19-13، والغردقة 20-12. الفيوم العظمى فيها 16 والصغرى 7، بني سويف 16-6، الوادي الجديد 19-7، أسيوط 17-4، سوهاج 17-5، قنا 18-7، الأقصر 19-7، أما أسوان العظمى فيها 20 والصغرى 9. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة المختلفة في مختلف مدن ومحافظات مصر. خلينا على طول نرجع لعبد الصمد وهدير ونكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا منة، وان شاء الله ربنا هون علينا جميعا البرد الايام دي. احسن من الصيف بكتير وحر الصيف يا هدير. دي اراء.